مرحبا ترحيب قدر واحترامي عن قوم فعولهم يندر مثيلا. مرحبا واهلا بعالينا المقامي عد ما لحت بروق أفراح العروسة أم خالد رحبت قبل سلامي. مرحبا بضيوفنا شعر وجيه التواصل على جوال 05 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا مرحبا ترحيب قدر واحترامي عن قوم فعلهم يندر مثيلا. مرحبا واهلا بعالينا المقامي عند ما لاحت بروق في مخيلا. مرحبا ترحيب قدر واحترامي عن قوم فعلهم يندر مثيلا عن قوم فعلهم يندر مثيلا. الله الله ام خالد رحبت قبل السلامي. مرحبا بضيوفنا شعر وشيء ارحبوا يا اهل العروسه يا الكرامي فيكم قليلة يا ذوي الوجه يا نسل الحشامي والنواجي حياها الله من قبيلة. أم خالد رحبت قبل السلامي. مرحبا بضيوفنا شعر وشيلة مرحبا بضيوفنا شعر وشيلة. أم خالد في بنتها كم تسامي فرحها كل القصايد ما تعيلة. أم خالد في بنتها كم تسامي فرحها كل القصايد ما تشيلة. قرة فيها الكرم والاحتشام حازتها الأخلاق وطبوع نبيلة. والعروس الليلة مثل بدرة تمامي فرحتها الليلة تساوي ألف ليلة فرحتها الليلة تساوي ألف ليلة. الله الله في خوات العروس دار الكلام الحسن والذوق والروح الجميلة. وثني الترحيب فيكم فالختام مرحبا يلي يشرفنا وصوله. أم خالد رحبت قبل السلامي. مرحبا بضيوفنا شعر وشيلة مرحبا بضيوفنا شعر وشيلة. مرحبا ترحيب قدر واحترامي عن قوم فعلهم يندر مثيلا. مرحبا واهلا بعالينا المقامي عند ما لاحت بروق في مخيلا. مرحبا ترحيب قدر واحترامي عن قوم فعلهم يندر مثيلا عن قوم فعلهم يندر مثيلا. الله الله ام خالد رحبت قبل السلامي. مرحبا بضيوفنا شعر وشيء ارحبوا يا اهل العروسه يا الكرامي والمدايح كلها فيكم قليلة. يا ذوي الوجه يا نسل الحشامي والنواجي حياها الله من قبيلة. أم خالد رحبت قبل السلامي. مرحبا بضيوفنا شعر وشيلة مرحبا بضيوفنا شعر وشيلة. أم خالد في بنتها كم تسامي فرحها كل القصايد ما تعيلة. أم خالد في بنتها كم تسامي فرحها كل القصايد ما تشيلة. درة فيها الكرم والاحتشام غازتها الأخلاق وطبوع النبيلة. والعروس الليلة مثل بدرة تمامي فرحتها الليلة تساوي ألف ليلة فرحتها الليلة تساوي ألف ليلة. الله الله في خوات العروس دار الكلام الحزن والذوق والروح الجميلة. وثني الترحيب فيكم فالختام مرحبا يلي يشرفنا وصوله. أم خالد رحبت قبل السلامي. مرحبا بضيوفنا شعر وشيلة مرحبا بضيوفنا شعر وشيلة. أفراح العروسين أفراح العروسين للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى. هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-5333-48-021.